مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم وحلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. في وقت من الاوقات كان المسلمين زمان اول ما بيسمعوا او يعرفوا ان شخصيه معينه هتحاربهم او مقدمه عليهم، الحقيقه كان بينتابهم الخوف والهلع جدا جدا، للي طبعا كانوا بيسمعوا عنه وعن كرهه الرهيب للاسلام وللمسلمين وحجم الخراب اللي بيعمله في البلاد دي اول ما بيدخلها. الشخصيه دي كانت هولاكو، قائد التتار، واللي كان معروف عنه الوحشية الشديدة جدا والجبروت في قتل أي حد، كبار صغيرين، رجالة ستات، رضع، ما كانش بيهمه. كان لما يدخل بلد محدش بينجو من بطشه، لأنه للأسف كان شخصية دموية، وتاريخه الدموي في بغداد كفيل يحكي عنه قتل فيها من أهلها 1,000,000 مسلم في 40 يوم بس، ودمر مكتبة بغداد، وهي في الوقت ده كانت أعظم مكتبة في الأرض، ورموا كل الكتب اللي فيها في نهر دجلة، فتحولت المية بتاعته للون الأسود من أثر الحبر اللي كان موجود في الكتب. والحقيقة ده ما كانش مجهود هولاكو لوحده، ده كان معاه جنكيز خان برضو من أشرس قادتهم وكرههم للإسلام وللمسلمين. بس تخيلوا، من رحمة وعظمة ربنا إنه يخرج من صلب دول قائد يعلن إسلامه ويدافع عن المسلمين. دخوله في الإسلام ما كانش زيه زي أي حد عادي دخل الإسلام، لأ، دخوله كان دخول بطل مغوار. تحول السلطان الوثني ده لجندي من أخلص جنود الإسلام، شديد الحب والتفاني، وضرب أروع الأمثلة والبطولة. أول ما أعلن إسلامه وأصبح قائد القبيلة الذهبية، أرسل للخليفة المستعصم بالله في بغداد، أرسل له إيه؟ بيعته. بالرغم أن التصرف ده يبدو أنه تصرف شكلي، وإن كان وقتها حكم المستعصم بالله ضعيف وعلى رقعة بسيطة جدا، لكن ده كان له مدلول تاني خالص عنده هو كان عايز يوصله، وهو ولاؤه لسلطان المسلمين. كان له دور كبير جدا في تفتيت قوى التتار ومحاولة إقناعهم بعدم دخول بلاد المسلمين وقتالها، وإنهم أصدقائه وبينهم وبينه معاهدات ومراسلات، فعيب يعني إن أنتوا تعملوا فيهم كده. عارفين مين اللي عمل كل ده؟ حد اسمه بركة خان، الحفيد المسلم لجنكيز خان ورجال صنعوا التاريخ.